ازاي تبدأ وتشتغل في البرمجة وانت لسه طالب؟ الموضوع بسيط لكن محتاج تخطيط وتركيز، علشان كده في الفيديو ده هقولك على 7 خطوات لو عملتهم هتبقى جاهز لسوق العمل وانت لسه في الكلية. السلام عليكم، معكم طارق العبد، ودي قناتي على اليوتيوب اللي بقدم فيها محتوى عن البرمجة والتكنولوجيا. في الفيديو ده بقى هنتكلم عن 7 خطوات هتغير حياتك وتخليك تبدأ في البرمجة وانت لسه طالب. فمهم جدا تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك اللي بيفكروا يدخلوا المجال ده برضه علشان تساعدهم. اول حاجة لازم تعملها هي انك تتعلم الاساسيات كويس جدا، لان بدون الاساسيات هتبقى زي اللي بيحاول يبني بيت من غير اساس. الاساسيات دي طبعا زي الفاريابلز، اللوبس او الفانكشنز والبوينترز وغيرها كتير طبعا، وطبعا ازاي تكتب كود منظم وصحيح باستخدام الـ OOP او الـ Object Oriented Programming، وكمان تعرف ازاي تحل المشاكل بشكل فعال واداء قوي باستخدام الـ Data Structures والـ Algorithms. ما تفكرش ان الاساسيات دي مجرد حاجات بسيطة مش مهمة، بالعكس هي اللي هتمشيك في اي لغة برمجة تانية. مثال بسيط، تخيل انك بتتعلم سواقة عربية. لو فهمت الاساسيات زي انك تستخدم الدواسات تغير السرعات هتقدر تسوق اي عربية بعد كده. نفس الفكرة في البرمجة، لو فهمت الاساسيات زي الـ If Statements والـ Loops وازاي تتعامل مع البيانات المختلفة، تتعلم الـ OOP وغيرهم وغيرهم، هتبقى جاهز تتعلم اي لغة تانية بسرعة جدا. وطبعا علشان اسهل عليك الموضوع، انا عملت اكتر من سلسلة على قناتي بتشرح الاساسيات دي خطوة بخطوة. هتلاقي كورسات لتعلم الـ C++، الـ OOP اللي هي الـ Object Oriented Programming، وكمان كورس بيشرح الـ Data Structures والـ Algorithms. هسيب لك اللينكات دي كلها في وصف الفيديو على اليوتيوب، ما تفوتش الفرصة وابدأ فيهم على طول دلوقتي علشان تلحق تعمل عظمة. بعد ما تكون فهمت الاساسيات، نروح لتاني نقطة، لازم تطبق اللي اتعلمته في مشاريع حقيقية. مفيش فايدة من الكود اللي انت حافظه لو مش بتستخدمه وبتطبق عليه، علشان كده مهم جدا انك تشتغل على مشاريع بسيطة في البداية. طيب ايه هي المشاريع دي؟ ممكن تعمل تطبيق موبايل بسيط يحسب مصاريفك الشهرية، او تعمل ويب سايت يعرض لك وصفات الاكل المفضلة. دول طبعا لو انت عارف ادوات تبني تطبيقات موبايل او تبني مواقع على الانترنت، او حتى لو مش عارف فممكن تعمل لعبة صغيرة زي تيك تاك تو بلغة البرمجة اللي انت متعلمها، وتبقى في الكونسول اب وتظهر فيها مهاراتك في الاو او بي وكتابة الكود واللوجيك كويس. المهم ان المشروع يكون ليه هدف واضح وتقدر تضيفه للبورتفوليو بتاعك، مهم جدا الخطوة دي. وعلى فكرة لو عايزين افكار مشاريع اكتر وتفصيلية اكتب لنا في الكومنتات، ولو فيه اهتمام طبعا ممكن نعمل فيديو كامل عن المشاريع اللي عليها طلب في السوق واللي فعلا ممكن تفيدك لما تيجي تقدم على شغل. وبالمناسبة لو حابب تتعلم برمجة تطبيقات الموبايل من الصفر لحد ما تبقى جونيور وتقدر تقدم على الشركات كشغل، ففي دبلومة كاملة انا عملتها موجودة على يوديمي، بتبدأ معاك من الصفر او من تحت الصفر كمان، وعليه خصم جامد جدا، اسأل عليه في الكومنتات. الحمد لله الكورس استفاد منه عدد كبير لحد دلوقتي، فالحق الخصم قبل ما يروح. ثالث نقطة معانا، شارك في مسابقات الكومبتيتيف بروجرامينج والهاكاثونز. الكومبتيتيف بروجرامينج والهاكاثونز من افضل الطرق لتطوير نفسك في البرمجة بسرعة. ازاي الكلام ده بقى؟ مسابقات البرمجة التنافسية زي المسابقات اللي بتتعمل في كود فورسز او ليد كود، او حتى المسابقات اللي بتتعمل في الجامعات زي الاي سي بي سي وغيرها، بتخليك تحل مسائل بروبلم سولفينج صعبة، وبتعلمك ازاي تستخدم الخوارزميات والديتا ستراكشرز في مواقف حقيقية ومشاكل حقيقية انت بتقابلها. اما الهاكاثونز فهي بتكون فرصة هايلة انك تشتغل تحت ضغط في وقت محدد، وغالبا مع فريق مطلوب منكم انكم تطلعوا فكرة على هيئة مشروع. مش بس كده، الشركات الكبيرة بتتابع الناس المميزة في الهاكاثونز الكبيرة دي، وكتير من الناس بتاخد شغل عن طريق الهاكاثونز، ان هم بيعملوا مجهود جامد جدا فعلا. بس طبعا محتاجة معرفة بتكنولوجي معينة زي برمجة تطبيقات الموبايل او الويب وغيرهم. وتاني بقول لك، لو حابب تتعلم برمجة تطبيقات الموبايل باستخدام فلتر، الحق الخصم الجامد على الكورس واسأل عنه طبعا في الكومنتات. اللي بيميز النوعين دول من المسابقات انهم بيضيفوا قيمة كبيرة جدا للسي في بتاعك، وبيبينوا انك شخص بيعرف يفكر بطريقة مميزة وسريع في حل المشاكل، وبالتالي بتكون مميز عن اي طالب تاني او اي شخص بيتقدم للوظيفة معاك. رابع نقطة، حاول تلاقي تدريب صيفي اللي هو الانترنشيب. انت لسه في الكلية؟ كويس جدا، دي فرصتك انك تبدأ تدور على تدريبات صيفية، وخاصة لو انت لسه في السنين الاولى في الكلية. كتير من الشركات بتقدم تدريبات لطلبة الجامعات في فصل الصيف، وده بيكون احسن وقت عشان تتعلم الشغل الواقعي. ما تخافش طبعا لو التدريب بدون فلوس في البداية، الا هتتعلمه خلال
التدريب هيفتح لك فرص كتير جدا قدام، وصدقني الخبره اللي هتكتسبها اقيم من اي فلوس. اهم حاجه تتعلمها من التدريب ده هي ازاي تشتغل مع فريق، ازاي تدير وقتك وانت بتتعامل مع التاسكس اللي بتستخدمها وبتتعامل معاها، ازاي تحل مشاكل برمجيه بتقابلك في الشغل الفعلي وسوق العمل بالتحديد، وازاي تبقى موجود في سوق العمل، واهم حاجه تبني شبكه علاقات بروفيشنال في السوق وتتعرف على ناس وتبدا تعمل كونكشنز معاهم كويسه. طيب لو انت من الناس اللي في السنين الاخيره في الكليه وعندك تكنولوجي معينه متعلمها وشغال بيها وعامل بيها مشاريع كويسه وبتطور نفسك فيها بشكل مستمر وعارف النقاط اللي قلناها واللي هنقولها كمان في النقاط القليله اللي جايه، نصيحتي بقى انك تدور على شغل كجونيور، ما تهلكش وقتك في انك تدور على انترنشيب. حتى لو انت لسه طالب، في شركات تقبل حاجه زي كده؟ ايوه في شركات تقبل، عددهم صغير ايوه، ولكن صدقني لو هتفيد الشركه فعلا هتشغلك حتى لو لسه طالب، ودي حالات انا شفتها قدامي وحصلت معايا شخصيا. ولو حابين نتكلم في الموضوع ده اكتر اكتبوا لي برده في الكومنتات. خامس نقطه معانا، شارك في مشاريع مفتوحه المصدر اللي هي الاوبن سورس. الاوبن سورس بروجكتس بقت حاجه مهمه جدا في المجال ده، لكن للاسف ناس كتير ما بتستغلش الفرصه دي. طيب ايه هي المشاريع مفتوحه المصدر؟ ببساطه دي مشاريع برمجيه بيكون الكود بتاعها متاح للجميع واي حد يقدر يشارك ويعدل فيها. الفكره انك لما بتشارك في مشروع مفتوح المصدر بتتعلم من الكود اللي كتبه ناس تانية وتبدا تشارك بكتابه اكواد او حتى تصلح مشاكل في الكود. ده طبعا بيكون خطوه عظيمه جدا علشان بيضيف تجربه حقيقيه للبورتفوليو بتاعك ويكون جزء كويس جدا ممكن تضيفه في الاكسبيرينس سكشن، وصدقني تجربه قويه جدا للسي في. ادخل على جيت هاب شوف المشاريع اللي ليها علاقه بمجالك او التكنولوجي واللغه اللي بتعرفها كويس، حاول تقرا المشاريع وتفهم الاكواد وتتعلم الطريقه اللي مكتوبه بيها وحاول تساهم حتى لو بتعديل بسيط. ده طبعا يا سيدي مش هيتم من غير ما تكون عارف الفيرجن كنترول زي الجيت والجيت هاب كويس جدا. وهنا يا صديقي انا مش سايبك كده في الهوا، انا عامل لك فيديوهين جامدين جدا، فيديو بيقول لك خلاصه كده في 10 دقائق علشان تفهم ايه هو الفيرجن كنترول وايه هو الجيت والجيت هاب بشكل كويس كده، وكراش كورس تاني في ساعتين معرفك فيه كل تفصيله هتحتاجها عن الجيت والجيت هاب. وخلي بالك انت مش هتشتغل ولا تاخد انترنشيب من غيرهم، ففضي نفسك دلوقتي وشوف الفيديوهات دي حالا، هتلاقيها موجوده في وصف الفيديو على اليوتيوب. سادس نقطه معانا، المهارات الناعمه اللي هي السوفت سكيلز. خلينا نكون صريحين، البرمجه مش مجرد كود، ولما بتشتغل الشركه مش مستنيه منك شويه تاسكات تنفذها او اكواد تكتبها وبس. لو مش بتعرف تتواصل كويس او تشتغل مع فريق الشغل هيبقى صعب عليك. الشركات دلوقتي بتدور على المبرمجين اللي عندهم مهارات ناعمه اللي هي السوفت سكيلز، زي اداره الوقت علشان تعرف تدير وقتك في التعامل مع التاسكات والحاجات دي كلها، التواصل الفعال لانك هتتواصل مع تيمات وتتعامل مع ناس انت مش بتشتغل لوحدك، وحل المشاكل والكلام الجامد ده طبعا، ومفيش اكتر من المحتوى بتاع الانتاجيه والكلام الجميل ده على اليوتيوب. بس الله يكرمك ما تقعش في فخ المثاليه مع الكم الرهيب من المثاليه اللي بنشوفه في كتير من فيديوهات الانتاجيه. احنا عندنا هدف ننظم وقتنا بشكل كويس، نعرف نتعامل مع التاسكات والمهام اللي بتجيلنا بشكل كويس ومنظم خلال اليوم. مش مهم استخدم احسن اداه في الدنيا ولا اكتر اداه بتنططك في الهواء، لو بتعرف تعمل ده على ورقه وقلم والدنيا ماشيه الحمد لله ده احسن ما تستخدم حاجه معقده وتطلع عينك وما تكملش في النهايه. المهم هنا مش الادوات، المهم انك تنجز المهام نفسها، فخلي بالك من ده كويس جدا. طيب ازاي تطور المهارات دي؟ اول حاجه ودي مهمه جدا، شارك في انشطه جماعيه سواء في الكليه او خارجها، ويفضل يا ريت تكون تبع تخصصك. شوف الانشطه الطلابيه اللي بتستهدف البرمجه، هتتعلم من الحاجات دي كتير جدا فعلا. تاني حاجه، خلي عندك خطه يوميه لاداره وقتك، زي انك تخصص وقت محدد لكل مهمه وتلتزم بيها قدر الامكان. واخر حاجه، جرب تكون قائد لفريق صغير في مشروع حتى لو مشروع دراسي، هيفيدك جدا صدقني. دي كلها مهارات هتفيد وهتستفيد بيها جامد جدا. اخر خطوه معانا واللي تعتبر الاهم، هي انك تعمل سي في قوي وبروفايل لينكد ان محترم. السي في هو اول حاجه بتعبر عنك قدام اي شركه، فلازم يكون مرتب منظم وبيعكس كل مهاراتك وخبراتك. طبعا لازم يكون معمول باحترافيه وما تغلطش الله يكرمك الغلطات اللي ناس كتير بتغلط فيها دي. وطبعا عملنا فيديو قبل كده عن 5 اخطاء قاتله في السي في ممكن تضيع فرصتك في التوظيف، مهم جدا انك تشوف الفيديو ده، هتلاقي اللينك بتاعه في وصف الفيديو على اليوتيوب. ولو حاسس اننا محتاجين نتكلم اكتر عن موضوع السي في اكتب لنا في الكومنتات. كمان بقى يا سيدي، اللينكد ان بقى من اهم الادوات اللي الشركات بتستخدمها للبحث عن موظفين. عايز اقول لك ان لينكد ان دلوقتي يكاد يكون اهم من السي في نفسه، لانه بقى وجهتك الاولى اللي ممكن يجذب الشركات ويخليها هي اللي تكلمك وتعرض عليك فرص عندها محتاجه فيها ناس. وصدقني ده حصل معايا كتير، اخر 5 شركات انا اشتغلت فيهم جولي من ترشيحات على لينكد ان. فخليك دايما محضر بروفايلك كويس جدا، وده هنعمل له فيديو ان شاء الله قريب جدا، خليك مستعد وجاهز كده، علشان هيبقى عباره عن كراش كورس عن اسرار لينكد ان وازاي تبني بروفايل قوي يخلي الشركات تدور عليك من الصفر ونبنيه مع بعض. كل ده ان شاء الله هنعمله في فيديو جاي قريب جدا.
وبكده يا سيدي نكون خلصنا السبع خطوات اللي هتغير حياتك وانت لسه في الكلية او حتى بعدها ان شاء الله. ما تنساش ان الموضوع محتاج وقت وصبر، بس لو طبقت الخطوات دي هتلاقي نفسك مبرمج جامد جدا قبل ما تتخرج، محضر نفسك لسوق العمل كويس جدا وسابق صحابك، سيفيهك في ايدك، لينكد ان ومشاريعك في جيبك، اي شركة تطلع لك كده ولا كده قدم عليها على طول. لو عندك بقى اي سؤال او محتاج نصيحة سيب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. وما تنساش الخصم الجامد جدا على كورس برمجة تطبيقات الموبايل باستخدام فلاتر من الصفر، الحقه دلوقتي لان الخصم الفترة محدودة جدا، اسأل على الخصم في الكومنتات. وطبعا انا عيوني ليك. ما تنساش اللايك وشارك الفيديو مع اصحابك علشان الكل يستفيد، وطبعا السبسكرايب الجميل والتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد وكل الفيديوهات وكل العظمة الجديدة اللي احنا بنعملها الفترة دي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.